الامتحانات ديال اليوم صراصلة ديما الجديد. اليوم كان ريفيو على احسن تليفون 2019 واحسن هيدسات. ما تنساوش الدعم باش نوصلو 100K. ديروا سبسكرايب لايك وما تنساوش فولو في انستغرام اللي هو يونس الراسطة. تكنولوجيا احسن حاجة كنموتو عليها. هاد الفيديو صحاب الدوق الرفيع. السلام عليكم. واش يوتيوب معكم يونس الراسطة. فيديو جديد. كنشكر بزاف الناس اللي تحقوا بنا على القناة وكنشكر بزاف الناس اللي دعمونا وبارطاجاو القناة ديالنا اللي ما بقالنا ان شاء الله والو ونوصلوا ل 100000. القناة ديال يونس الراسطة كدير بزاف ديال الفيديوهات منهم فلوغات ومنهم ريفيوز. والناس اللي يلاه التحقوا بالقناة ديالنا غادي تلقاو فيديوهات وحدين اخرين درنا ديجا ريفيوز على درونه، درنا على جوج ديال الدرونات، على الكارما جو برو ودرنا على المافيك 2 برو اللي خرجت جديده من شركه دي جي اي مافيك، ودرنا ريفيوز على ديجا على سامسونج جالاكسي 9 العام اللي فات، يعني تقريبا عامين هذه باش درناه، ودرنا ريفيو على الميكروفون، ودرنا ريفيو على دي لانس وعلى الكاميرا اللي ديجا انا شريتها، وغتلقاو الفيديوهات كلهم لتحت في الديسكريبشن. ريفيو ديال اليوم لاصحاب الذوق الرفيع، الناس اللي باغيين يشريو شي حاجه اللي زوينه منهم تليفونات او للهيدسات. عندنا جوج ديال ريفيوز اليوم منهم سامسونج نوت 10 بلس، سي هاي تو جالاكسي نوت 10 بلس، والهيدسات سوني WH-1000M3. وكما لاحظتوا معنا العشران، هاد جوج هما اللي غنديروا عليهم ريفيو اليوم، احسن هيدسات 2019 واحسن تليفون 2019 اللي هو سامسونج جالاكسي 10 بلس. وعلى بركة الله العشران، جا الوقت باش نحلو التليفون ونديروا ليه انبوكسينغ يا حبيبي. مهم غادي نحلو التويشيه هذه البلاستيكه اول مره. فوالا خرجوا التليفون، درت العرض المزروب باش ما يجيكمش الملل، باش ما ياخذش الوقت طويل. اول حاجه كنشوفوا هو التليفون، ثاني حاجه كما كتلاحظوا معايا العشران هو ديك التويشيه ديال الاوراق اللي حتى شي واحد حتى شي مغربي ما كي تسوق ليها ولا كيقراها. فوالا كما كتلاحظوا معنا العشران كتيبات هيدا ليا هادشي. دوزو التليفون، عرفتي راه كيبان واحد الديكور اللي واعر واعر بزاف. وانا خديت هاد الاديشن هادي ديال ما عرفتش داك اللون ديالها، ولكن قوس قزحي ولا ما قوس قزح ولا. المهم خليو ليا في كومونتير لتحت شنو كيتسمى هاد اللون هذا. كما كتلاحظوا معايا مقارنه ما بين التليفون القديم ديالي اللي هو سامسونج 9 بلس ايج، ودابا النوت 10 بلس. كتيبات لعيبات، اول حاجه نبداو بها هو الشارج. هذا هو الكابل ديال الشارج، كما كتلاحظوا معايا فيه تايب سي بجوج ديال الريوس من القدام ومن اللور، وهذا هو الشارجور اللي كيقولوا عليه فاست تشارجينغ، يعني كيشارجي لك التليفون واخا فيه باتري كبير لمده ديال ساعات المكانه. يعني هذا خاصكم تحافظوا عليه، ما عمرو تجلى لكم حتى الا تجلى لكم مصيبه. وفي المغرب ما كاينش الاوريجينال بزاف. وهاد التويشيه هادي كما كتلاحظوا معايا ديال القلم، كتبدل الراس ديالو الى حفى عليك ما بقى والو. عطونا شي كادو اصاحبي، زيدونا شي حاجه ويلي يا صاحبي. وهذا هو كما كتلاحظوا معايا الهيدسات كما كنقولوا، ولا ليزيات اللي من شركه ديال AKG، حيت مصيبه باش نجبدهم. المهم حتى هو تايب سي، بانه النوت حيدو فيه جاك، يعني مصيبه شي واحد الا عنده ليزيات ديال جاك غادي يحيدهم، وغادي يخدم بهادو اللي هما فيهم كاليتي اللي واعره واعره بزاف. كيبان لي هادشي اللي كاين، نحلو البلاستيكه ديال اللور، نخليكم مع الساوند ديالو. احسن شعور احسن احساس كما كتلاحظوا معايا هو داك الصوت فاش كتحيد البلاستيكه. تيبان ليا حيدت البلاستيكه ديال جناب، هادشي اللي كاين. ندوزو الفيديو ديالنا، هي وي جو. وكيف ما كيعرفوا الناس بان سامسونج خرجت بزاف ديال التليفونات بزاف ديال الاشكال، وانا اختاريت بانني ناخذ كما قلت لكم النوت 10 بلس، لانه غادي يشجعني بزاف على الخدمه، بانني غادي يعاونني بزاف على الخدمه ديالي. علاش؟ بانه تقدر ديس شحال من حاجه، تقدر تخرج ستيلو ديالو اللي كيقولوا ليه ميني بان، تقدر بانك تكتب فيه لي نوت. تقريبا بحال شي نهار نسيت الورقه والستيلو، بانني عندي هنا نهز التليفون ونكتب جميع بحال نقولوا كتبوا يونس الراسطه. تقدر ديروا كتابه غليظه بانه تكتب وتكون واضحه، تقدر بانك تسيني لي دي كومونتير ديالك ولا
الوثائق ديالك هنا في النرويج باننا بزاف كنخدموا غير بالتليفون، تقول بانك تسيني الوثيقه ديالك وبانك تصيفطها ديجيتال من التليفون ديالك. والحوايج الحاجه اللي واعره بانها في سامسونج جالاكسي كلهم بانهم تقدر دير فيهم جوج ديال لي سيم كارد وتقدر دير فيهم الاس دي كارد. اس دي كارد بحال كتقول كارت ميموار. كارت ميموار بروسيس اللي كاينين، البروسيسور اللي كاين في التليفون هذا بانك تقدر تاخذ 1 تيرابايت يعني 1000 جيجا بانك تقدر تخزن في التليفون ديالك بلس هاد التليفون هذا اللي خديته فيه 256 جيجا اعتقد. بغيت نشوف واحد الفيرسيون هادي ديال 200 وشي حاجه، وكاين فيرسيون وحده اخرى اللي ديال شي 500 وشي حاجه ما بقيت عاقل. المهم كما قلت لكم البان ديالو عنده بزاف يعني السيلو ديالو عنده بزاف ديال المهام، منهم بانك تقدر تمشي للكاميرا كما كتلاحظوا معنا وغير بحركه ديال اليد، يعني كان هنا واحد الزر كتورك عليه وغير بالحركه ديال اليد تقريبا طلعتي الفوق كيقلب لك الكاميرا من ديال اللور ديال قدام بحال هكا كما لاحظتوا معايا. دابا الكاميرا ديال القدام اللي كتشوف فيكم دابا وتعاود ترد عاوتاني غير بزر واحد وكتطلع الفوق كتورك كتبقى مورك على البوطون كتطلع بحال هكا كيقلب لك الكاميرا. حاجه وحده ما بين الفيديو والفوتو، الا بغيتي تقلب من الفيديو للفوتو، دابا حنا كاينين في الفوتو بغيتي تقلبها للفيديو كدير بحال هكا على اليمين ولا على اليسار، يعني على حسب فين كاين الفيديو فين كاين، يعني كتبدل بزاف ديال المواقع من التليفون من الفوتو الفيديو كيما اللايف ستوري اللي كاينه في انستغرام نايت مود. والنايت مود في التليفون خطيره بزاف، درت ديما شي تصويرات في الخدمه وعطاوني واحد الكاليتي اللي واعره بزاف، يعني غير كبسه زر في القلم كتصور ولا كتاخذ فيديو. يعني كاينين مهام لي كثيره بهذا السيلو تقدر ديرها، منهم كدور السيلو كتلقى الزوم، يعني كدير زوم ولا زوم اوت، يعني ولا كترد الزوم بالجهه العكسيه. حتى التليفون بانه السيكوريتي ديالو تقدر بانك دير فيس، يعني بانه الفيس تحل التليفون غير بالوجه ديالك ولكن دايرينها غير دي جوج، يعني ماشي 3 دي يعني 2 دي، يعني بان اي واحد يقدر ياخذ التصويره ديالك ويديرها قدام التليفون ويتحل التليفون. يعني عندي ما كنصحش بها حتى شي واحد، وهذه هي اللي دارت فيها المشكل سامسونج اللي كما كنقولوا فالطات فيها واحد شويه. ولكن كاين واحد الحاجه اللي واعره بزاف لي سيكوريتي مزيان وهو الفينجر برينت، يعني البصمه ديال اليد بانك كاينه في الشاشه، يعني هذه واحد الحاجه اللي زوينه بزاف بان غير في الشاشه تحط هذا وكيتحل التليفون، يعني حاجه اللي واعره بزاف. ونهضروا على واحد الحاجه اللي الكاميرات فيها 4 ديال الكاميرات، 3 اللي كاينين اللور بلس وحده، هذيك الوحده هي اللي كتخلي لك داك اللور ديالك كيبان شويه بلوري، يعني كيبان بحال الكاميرا بروفيسيونيل اللي كبيره، وكتصور 4K بزاف ديال الحوايج ما غنبرز لكمش راسكم باش ما يطلعش الفيديو طويل. الكاميرات اللي فيهم بغيتو تشوفوا فيديوهات كاينين في اليوتيوب الناس اللي كيهضروا على الكاميرات وعلى الخصوصيات ديال التليفون، حنا في هذا الفيديو قلنا بان نديروا واحد ملخص على التليفون. كما قلت لكم فيه 4 ديال الكاميرات اللور وفي وحده القدام سيلفي ديالو اللي فيها كاليتي اللي واعره بزاف، تقدر دير بانه سيلفي ومن موراك يكون شي حاجه بلوري ولا تكون شي حاجه اللي بحال 80s ستيل ديال 80s. وكما قلت لكم الخوت الشاشه ديال سامسونج جالاكسي نوت بانها اللي واحد الشاشه اللي واعره بزاف، بانك تقدر تفرج فيديوهات 5K ولا 4K كما نديروا هنا واحد التاس نديروا 4K فيديوز في اليوتيوب اللي غيعطيك واحد التشبع في الالوان، غيعطيك واحد الستيل اللي واعر بزاف، وبانه غير الدرجه ديال الالوان بانهم ناصعين بزاف ما تلقاش مشكل زير واحد بحال هكا كدير كتعطيك شاشه اللي مكموله ما غايبان لكمش مزيان ولكن واحد الكواليتي فيها خرافيه بزاف. يعني هاد النوتش اللي فيها هاد الكاميرا الدايره اللي هنايا مع المده غادي تنساها، ما غاديش تبان لك، ما غاديش تدخل لك كاع في راسك بان كاينه تما شي ثقب اسود كما كنقولوا ولا كاميرا. العقل ديالك غادي يبين لك بانه ليماج كامله. واحد القضيه اللي فيها الدولبي يعني الساوند اراوند، يعني فاش كتحط التليفون قدامك وكتبغي تفرج كتسمع الصوت اللي كيجيك من اليمين من اليسار بحال داير ساوند بالتليفون، يعني التليفون كنصح به اللي واعر بزاف. انا بعدا كنفرج في نتفليكس بعض المرات في التليفون كيعطيني واحد الكاليتي اللي خطيره بزاف وكنستمتع بالافلام. والناس عاوتاني اللي كيلعبوا بزاف في التليفونات لي جو بزاف، هاد التليفون حتى هو اللي واعر في واحد ستيل بانه في البروسيس ديالو البروسيسور ديالو كاين واحد الماء ولا واحد البخار ما عقلتش شنو كيقولوا ليه، بانه كيخلي ديما التليفون باع
بارد ماشي سخون، ماشي بحال التليفونات الاخرين. مؤخرا سمعت بين الايفون 11 عنده مشكل ديال كيسخون التليفون بالزربه، هذا ما كيسخونش به بالزربه، وانا جربته نهار كامل ديال الاستعمال. الباتري ديالو باتري اللي واعر، كان يعني التليفون خدام بي انا النهار كامل، كنكون في الخدمه كنشوف الفيسبوك، كنصيفط سناب شاتات، يعني الكاميرا اللي كتاخذ بزاف ديال الانترنت، الفور جي يعني الفور جي الكات جي، يعني كنستعملو النهار كامل والتليفون ما كيطفاش ليا. ملي كنبغي نمشي للنعاس كنلقى بان تليفوني يلاه وصل ليا 32% 34% 30%، يعني باقي التليفون بانك تشارجيه وكيجلس لك النهار كامل. وكما هضرنا على التليفون غادي ندوزو للهيدسات. الهيدسات عندي لكم واحد احسن 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 دي هيدسات اللي كاينين في 2019 في السوق كاملين، اللي هو كما قلت لكم سوني. سوني فيه واحد ستيل اللي واعر واعر بزاف، اللي ما نقدرش انا نبينو لكم ولا نعطيكم كيفاش الكواليتي ديال الصوت ديالو كتسمع، لانني كنسجل بميكروفون. يعني هذا كما كتلاحظوا كيجيب واحد اللعيبه ديالو، ما بغيتش ندير الانبوكسين باش ما يجيش الفيديو طويل. كما كتلاحظوا كيكون الهيدسات الداخل اللي حطيته هنايا، كيجي معاه واحد الجاك ديال الى تقدر لك الشارج ديال الهيدسات، كتلقى هو الجاك ديالو كديرو كتبرونشيه مع التليفون ديالك، وكيعطيك من معاه واحد بحال كتقول لك يكون في الطيارات. الناس اللي كيكونوا في الطيارات اللي ما كيعرفوش دوك جوج جاكات ديالاش، ها هو عاطينك ادابتور بانك تقدر دير جوج ديال لي جاك دخلهم وتصنت للراديو ديال الطياره، بلوس بانك تصنت لداك الشيء اللي كيقول لك طيار. وكيجي معاه حتى واحد الكابل ديال الشارج اللي هو يو اس بي تايب سي، يعني التايب سي هو اللي كيعطيك الشارج اللي دغيا دغيا. تقدر تقريبا شي نهار اللي بانك محتاج الهيدسات ديالكم بانه ما تشارجاتش، كتشارجي لمده ديال 5 ديال الدقائق حتى 10 دقائق، كيعطيك ساعتين ديال الشارج. يعني حاجه اللي واعره واعره بزاف، وتقريبا كيجلس لك ايامات بزاف، سيمانه 4 ايام 3 ايام على حسب الاستعمال ديالك. انا كنستعملو ما بين انني نمشي للخدمه ولا نجي من الخدمه ولا نكون في الدار كنتفرج في شي فيديوهات ولا شي حاجه كنخدمو. هيدسات اللي واعر واعر بزاف، غادي تلقاو بانه ما فيهش البوطونات هنايا، بانك غير تديرو في ودنك بوطونات اللي فيه تاكتيل. يعني فاش كدير في ودنك بحال هكا كتضرب بالجهه اليمنيه، كدير كليك ديال جوج مرات بحال كطاتشي جوج مرات، كيبدا الموسيقى جوج مرات كتحبس الموسيقى. بغيتي تزيد في لو سون ديال الموسيقى كتورك على الوسط وكتطلع الفوق، كيتزاد الفوليوم، ولا كتورك الوسط كتهبط لتحت كينقص الفوليوم. ولا بغيتي دير المورسو واحد اخر على اليمين ولا على اليسار بحال هكا، يعني كتبدل المورسو ولا كترجعو. واحد القضيه اللي فيه اللي زوينه بزاف هو واحد البوطون اللي هنايا اللي كاين حدا الزر ديال التشغيل، هو بانه كتبقى مورك عليه وكتعطيه اسئله بحال كتسول جوجل What time is it now؟ كتسمع بانه كيرد عليك الساعه، ولا اي سؤال بغيتي تسول بحال شي نهار كنتي واقف مع الدراري صحابك وكنتي تقابحتي معاهم شي حاجه وقال لك كذب عليك شي واحد طلق لك شي سلوكيه، كتقول ليه بلاتي، كتبقى مورك على داك البوطون وكتسول بالانجليزيه ولا بالفرنسي على حسب يعني الابليكاسيون اللي كاينه في التليفون شحال من لونغاج فيها، كتسول ديريكتومون كيجاوبك على السؤال ديالك بلا ما تمشي للتليفون وتسول. يعني والابليكاسيون حتى ديال التليفون اللي ساهله وبسيطه بزاف تقدر تانستاليها ديال سوني، كتورك غير كتكتب غير في البلاي ستور ولا في الاندرويد ستور كتكتب فيه سوني، كيعطيوك بانه الهيدسات كتيليشارجي الابليكاسيون كتدخلها وكتعطيك بزاف الابليكاسيون، تزيد في الباص ولا تنقص في الباص ولا دير ستيل روك ولا دير اي ستيل. وحتى بانه كتحط يعني فاش كتخدم الهيدسات كتخدمها وكتبقى ما كتسمعش داكشي اللي في لونتوغاج ديالك. واحد الحاجه اللي نسيتها بانه شي واحد كان كيهضر معاك كتهز ليه يديك بحال هكا كتورك على هاد الجهه هادي بحال كتقول الموسيقى كتنقص بزاف، كتولي واحد المستوى ديالها اللي ناقص بزاف، وكيخدموا فيها لي ميكرو اللي كاينين هادو الفوق اللي اغلبيه الناس اللي غادي يشوفهم اول مره غيسحبوهم تايب سي، يعني بحال الاو اس بي، هما ماشي يو اس بي، هما ميكروفونات كيخدموا. فاش كدير هاد الوسيل هذا فاش كدير يدك بحال هكا بانك تسمع داكشي اللي الانتوراج ديالك بان الميكروفونات كيخدموا، هما السبب ديالهم اللي فاش كتخدم الهيدسات ما كتسمع والو، كيشدوا كيديروا لك داك الفويس اللي داير بك وداك كيما كنقول لك الطاجيش، كيديروا لي كانسليشن يعني كيحيدوا. فاش كديروا كتحس براسك بحال تعزلت انت من العالم، كتسمع واحد شويه ديال الناس اللي كيهضروا في الانتوراج ديالك، ولكن الا كنتي في الطياره داك الناس عارفين ولا كيجلسوا في الطيارات ولا في
في التران ما كتسمعش هذاك الصوت بحال كيتاليمينا من الودنين ديالك وكتسمع غير الموسيقى. يعني واخا الناس غوتو حداك واخا شنو ما غادي تسمع حتى شي حاجه. يعني واحد الكواليتي حتى الصوت اللي فيها من احسن الكواليتي اللي كاينين في السوق كاملين اللي قداو بزاف على الدكتور جوي على بزاف ديال لي هيدسات كما قلت لكم. هاد سوني حاجه اللي واعره. الثمن ديالو تقريبا هنايا في النرويج ديال 3200 كرونة، يعني تقريبا نقول لكم 3400 حتى 3500 درهم، ما عارفش بالديوانه ولا واش كاين بالديوانه ولا لا. المهم هذا هو الثمن ديالو في النرويج بالديوانه ديالو بكلشي ديالو. كما شفتوا الخوت قلت لكم على تليفون اللي هو نوت 10 بلس، وقلت لكم على الهيدسات سوني، عطيتكم معلومات اللي بسيطه، عطيتكم واحد الحاجه اللي انا جربتها وعجبتني، وكموسيقي وكواحد اللي كيصور فيديوهات وكواحد اللي كيصور الفيديو كليبات، بانني كنعطيكم الادفايس ديالي بانه تليفون اللي واعر بغيتي يبقى عندك واحد التليفون مده ديال 4 سنين 5 سنين ودير به فلوغات ودير فيه فيديوهات، لانه فيه الوايد انجل ديال الكاميرا بانك تقدر تفلوغي به، حتى الزوم ديال الكاميرا تقدر تزومي على شي واحد وحتى الصوت تزومي عليه هو بانه هو كيهضر بعيد ولكن كتسمع ليه كلير في الميكروفون ديال التليفون. هذا حاجه اللي واعره بزاف في هذا التليفون هذا والهيدسات حتى هو. كنتمنى بان المعلومات ديال اليوم يكونوا نال اعجاب ديالكم، خلونا انتقادات ديالكم تحت هذا الفيديو كما قلت لكم. الناس اللي باغيين اللي مهتمين بالفيديوهات ومهتمين بالتليفونات وبالهيدسات، كان معكم يونس راستا كيف ما ديما كنقول لكم العز. ما تنساوش بارطاجيو الفيديو وما تنساوش تمشيو للانستغرام اللي هو يونس راستا، دعمونا باش نوصلوا ان شاء الله ل 100000 كا، علاش لا، الدرع غادي يكون ديالكم نتوما. كان معكم يونس راستا كيف ما ديما كنقول لكم العز، لا خلينا في صبارتنا ولا خليكم ليا، كنبغيكم بزاف محبه، تشوفوا ان شاء الله وكيما ديما عز.